أهلا بكم في بالأخضر بحلته الجديدة، معي أنا مي سعيد. وإلى العناوين: البنك الدولي يرحب بصندوق الخسائر والأضرار، وأوروبا الخضراء تحت تهديد الانتخابات، وانبعاثات قياسية لدول البريكس. وافق مجلس إدارة البنك الدولي على خطة لاستضافة صندوق الخسائر والأضرار بشكل مؤقت، والذي سيقدم الدعم المالي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ. وتم الاتفاق على إنشاء صندوق خسائر وأضرار التغيرات المناخية من حيث المبدأ في محادثات المناخ عام 2022 بعد سنوات من الجدل. واعتبارا من عام 2023 بدأت الدول بتقديم تعهدات للصندوق، ومن بينها إيطاليا وهولندا. وإلى ملف الانتخابات الأوروبية، حيث يستعد قطاع الطاقة المتجددة الفرنسي لتباطؤ حاد في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إذا فاز اليمين المتطرف بأغلبية في انتخابات البرلمان الأوروبي. يذكر أن فرنسا تتخلف عن جيرانها في مجال الطاقة المتجددة بحوالي 45 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تخلفت عن الأهداف التي حددتها المفوضية الأوروبية. نبقى في قطاع الانتخابات ولكن إلى المكسيك، حيث تأمل البلاد في استعادة السياسات المناخية المستدامة بعد فوز كلوديا شيمباوم في الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو، وبخاصة أنها عالمة مناخ. المكسيك اليوم هي واحدة من دولتين فقط من دول مجموعة العشرين دون هدف صافي الصفر، وهي بعيدة عن خفض الانبعاثات بنسبة 35% بحلول عام 2030، أي بموجب اتفاقية باريس. أظهرت بيانات من مركز أبحاث الطاقة أمبر أن مجموعة البريكس التي تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى أطلقت رقماً قياسياً قدره ملياري طن متري من ثاني أكسيد الكربون من توليد الطاقة خلال الربع الأول من 2024، وكانت حصيلة الانبعاثات هذه أكبر بحوالي 500 مليون طن من إجمالي حجم الانبعاثات الناتج عن بقية العالم مجتمعة. شركة مرسيدس بنز أجلت مستهدفات تصنيع 50% من السيارات الهجينة والكهربائية لخمسة أعوام إضافية حتى عام 2030، وبسبب قضايا التلاعب بالمعلومات المتعلقة بالاستثمار الأخضر، تعرض جولدمان ساكس لغرامة بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2022. ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تستهلك أكثر من 1% من إجمالي الطاقة العالمية الكهربائية بحسب جامعة ستانفورد. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية بالأخضر. كنت معكم أنا مي سعيد، وسأوافيكم الأسبوع المقبل بمزيد من الأخبار المتعلقة بالمناخ والاستدامة.